انت حقروني. لا والله ما يحقروك، هذوك راه ماشي حقروك، هذوك راه هذوك راه ربي 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 حقرهم. بالعكس انا اللي جا ماشي حقروك انت، يا جاو المراه الدري الصغير جا دابا هما مهمتي ماشي جاو عندك انت، انت عند ولادك مخصوص. هذوك قلتي لي كيتلقاو لاي واحد، هذوك مجرمين كيتلقاو الناس، خاصهم ياخذوا الجزاء ديالهم. كاينش مهمتي اللي يحقرك، والله ما يحقرك شي حد، كاينش اللي قرب لك، واللي قرب لك يجي لي انا. الله يسعدك يا بنيتي، الله يسعدك يا بنتي. تحيد معاتك، دموعك غاليين. البارح قال لي الله يعمرك تحطيهم عليهم. ما تحكينيش، قال لي في التلفازه راني نيت حاطوا علي فين مشى الدري. جهب 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 شنو كان كيداير وليدك؟ اه نجيبك هذاك الشيء. وانت زوينه تبارك الله. الله يزين لي فينا الزين ان شاء الله. لا غزاله مهمتي، الله يحفظك يا بنيتي. بغيت ربي نسركم فين مشيتو. الله يعطيك صحيحتك، الله يعطيك صحيحتك. حنا الهدف ديالنا مهمتي، هو مسكين ما بغاش يبان خايف، الله يحسن العون. انا خافت عليه، راه عندي غير هذوك الجوج. الهدف ديالنا ان هذا الشيء خصو يتعرف وبنادم يرد باله. حتى بنادم يرد باله. صورني يلا خرجت من الباب وتلاقيت معاه شاد يدي بحال امي مشات ليا يدي، الاخر جا الاخر الدري الكبير حتى هو راس امي، راس يا امي. هذا الشيء على قبل التليفون. نبداو عبد مولاياك، غنبداو مشاهدي قناه شوف تي في هذا المباشر من ضواحي مدينه الدار البيضاء، منطقه قرب منطقه الهراويين. وهذا الشيء وقع في المجال ماشي الحضاري، المجال القروي تابع للدرك الملكي. للاسف الشديد واحد جوج اشخاص ملتمين كيخرجوا بالليل. الليله مهمتي هذا 11 ونص ديال الليل، 11 ونص واقفين حدا الدار ولادي مدراوش. مهمتي باينه سنتي درويشه، تيخرجوا مع ديك تقريبا 11 ونص ديال الليل ملتمين، وكيخرجوا كيبداو يجريسيو في هذه المنطقه هذه. غادي نعرفوا التفاصيل، وكنتمناو حنا كنعرفوا الحنكه وكنعرفوا الجراه وكنعرفوا الشجاعه ديال رجال الدرك الملكي، مشكورين على المجهودات اللي كيقوموا بها. ولكن خاص حتى الناس حتى هما تكون عندهم الشجاعه باش يمشيو ديكلاريو، والناس هنا ما كديكلاريش للاسف الشديد، باش غيعرفوا هاد رجال الدرك الملكي اشنو كيوقع هنا. بحال هاد السيده مسكينه ولادها تعرضوا لواحد الاعتداء الشنيع من طرف هاد الاشخاص الملتمين، ان واحد فيهم وقعت لي عاهه مستديمه، مشات لي العصبه ديال يدو. السيده مسكينه كتبيع سايكوك، كتسترزق الله، كنا كنسترزق الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم امي. انت السلام ورحمه الله. شنو وقع الحبيبه؟ دابا بنيتي الاثنين قبل العيد الكبير طالعه الطابله جالسه في الدار، الدري غا خرج على برا وقف حدا برا، جا قالوا نجي نسولك، نزلوا عليه في الدقه وحده. باش نزلوا عليه؟ السيف. السيف، السيف هذا جوج الناس هما، جوج الناس، واحد دار الثامن اللي كيضرب، الاخر راه صايك راه واجد الموتور غاي. بالموتور هادو، بالموتور ما البلاكا لا والو. طيحوا الدري شد بحال هكا غيحيد لي الثامن باش يعرف شكون هذا. تيغريسيو، تيغريسيو هذيك اللي يد بحال هكا ضربوا يدو، قطعوا لي العصبه ديالو. مسكين، لا لا طاح الدري هذاك تمايا حدا الدار، الاخر مسخر في الحانوت يا قريب نيت للدار، ما يتصالحوا غير مع خوه نيت، ضربوا حتى هو نفس المشكل، ضربوا في الراس حدا، تصور حدا المخ ديالو هنا ضربه حدا، حفظ الله من العين كان غيطير ولا الحمد لله عينو. الله مسكين، تخلوا عليا ما عرفناش ترى داخلين كل الدمايات بحال ذبحتي شي بقره هكا، كانوا مضاربين ما نعرف انا، ما تيقولي لي يدي شي الراس، ما نقولش لك الراجل كيجري هز الدراري عتقهم، قال لي غنتبع الشفاره اش غندير غير الله ما دعت ولادي. المهم كانت تجارة ونتجارة ونتجارة ونتجارة، استغفر الله العظيم. خويا ما وقع لك والو، نعطيه الماء، عطيه الماء مسكين، عطيه طاح. سير 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 مسكين طاح بالموتور. انا دابا كنشوف الناس انا شويه عندك عندك الله يرضي. السلام يا ربي، السلام السلام. شي واش غنقول لك اميمتي، ها هو مسكين غير بوحديتو. شوف راه هاد كنشوف الناس دابا شحال الناس راه دخل انا قطع عليا انا يبقى فيك الواحد صف 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 الناس باش الناس تعرف شنو وقع. اعطيه الماء عافا وليدي هاك، هاك اعطيه الماء، اعطيه الماء عافا. عندك عندك شنطه؟ عاف شويه عليك هاد البلاصه صعيبه. اعطيه الماء، اعطيه الماء. ها هو جا هذا باش تشوفي شتي؟ ها؟ حاطه داك الشيء باش ما يشوفك، ما بغاش قال لك التلفازه، ولدي هو هذا.
شتي يدو تعقل سير انفيض سيدي ربي ان شاء الله يعوقهم هادو اللي كيتعداو يا ربي امين. اح وليدي حبيبتي ديالي اللي كنت انت دوز دوز من ورايا دوز باش ما تسال خليك تما باش ما تبانش حيد حيد وليدي مرضي بعدا مرضي هذا راه حبيب ديالي وليدي وليدك الله يخليه لك الله يخليه شوف اجي اجي تشوف حالك نشوف وليدي راه نشوف الله يا ربي الله شوفي دخل لدارنا شوف دخل لدارنا شوفي ما تعرفتيش عليهم والو شوفي 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 كامل ترى جاني من الله راه حفظك الله حفظك الله راه حفظك الله راه انا رضيت الوالدين والصدقه اللي كندير الحمد لله يكون وحق الله العظيم الدقه اللي كانوا ولادي راه كان غنصيفطو من راه وداك ولا والحمد لله هو بعدا كاين باقي حداك هذاك هو الكبده ديالي عندك زوج وليدات جوج بنيات مجوجين تبارك الله وتطلع عندي الله يخليهم لي امين ابنتي الله يصلح انا عندي جوج ولاد بحالي بحال الله يصلح وليداتك ابنتي امين 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 دابا ما يبانش لا ما يبانش حيد من هنا باش ما تبانش سيد سيد خايفه عليك مسكينه لا لا نخاف عليك السيد مزيان لا لا ياك ما توعد خويا على سلامتك ياك ما موعد وليدي لا لا ما توعدش على سلامتك ما تشوقش وقع عليه اتسلق تسلق الموتور لا اله الا الله محمد رسول الله يا ربي شحال هكا هذاك الشيء مقسم الله واحد من عند الله واحد اللي كيشد يمضي المضيه كيضر في عباد الله هذاك هو المشكله اما لا جات من عند الله شي حاجه غادي ترضى بها ما بحال هذا الشيء كتصدم كتصدم هادو ماشي بنادم ما عندهمش الوالدين علاش وعد السيد الابار انا متلاقى مع السيد طرا ما تبينوش خلي يعاودنا غير الصوت تلاقى مع السيد ليه يلا طالع المحال وبحال هكا أه؟ نزل من الطوموبيل من ديال الخضره طالع المحال وبحال هكا تلقى وليه ضربوه في يده قسموا لي صباعه يعني هادو كيدوروا ويجريسيو في عباد الله عندهم لي بيرو جوج ما كيعرفوش ما كيدوش موتور صغير دراجه هو دراجه ناريه سميتها لي بيرو المهم خشي اللي كتلاقاو معاه وصفهم لينا وصفهم لينا اوصاف ديالهم هما جوج واحد لي صايد قصير ولي اللوراني اللي كينزل طويل شويه وعامر فهمتي نزلوا من التشمينه خشي جبد عليا سيف اون فوا وصل حدايا من الشوج ما بينك وبينه لا حساب لا عداوه لا والو تيدوروا عند الناس بقاو يضربوا فيهم هادو خشي مقرقبين ومشي مكريم مخلطين ما كيعرفش شي حاجه ما كيدويش مع بنادم اون فوا كيوصل عند بنادم كيضرب خشي راه ما شفتش فيه السيف من اللور راه جاني من اللور الموتور بقى غادي ونزل انا سحاب لي راكبه واحد في الموطور ما عمري طرا لي بحال مكره شحال من عام خشي الدنيا هنا كعدنا زوينه فهمتيني من جا واحد المش... ترى من جا السكن الاقتصادي بحال هكا تخلطات الدعوه فهمتي بزاف المهم علينا خشي حدا الدار جا بحال هكا كنحس بالضربه في راسي درت شنقش عليه باش يفوتك الحال شويه تشنقش عليه بحال هكا المهم كنغوش بحال هكا على الدراري عندنا والو كاين شي واحد فهمتيني حتى واحد ما سمعني المهم غتشانق عليه هو يضرب من الضربه هذه ويجي الاخر فغنطلق شي مشكل والله يشفي حفظك الله والله يتعاون اقسم لك يمين شد دارك عندنا هنا والله يشف شكل الحمد لله والحمد لله الحمد لله تحيه شوف دارك الملكي تحيه ليهم وتحيه خاصه خاصنا نديروا شكايه خاصنا نديروا شكايه والله خشيشه شنو الرجال الرجال والله خشيشه محقورين في هذه البلاد وحق لا اله الا الله ما كانش عدوش كندوش ديال البنات صافي ما تبكيش وما تبكيش تحيه الوطن ديالنا اللي كيحميونا يكون ماشي هما تشوف شحال ترى يكون يدخلوا لينا على الديور وخاصكم المهم دابا نتوما دابا انت ماشي بوحدك اللي تعرضتي للاعتداء الناس اخرين هاد الناس كلهم اللي هنايا كيتعرضوا للاعتداء من هاد خياتي هادو خاصكم خاصك تقدموا شكايه المهم انت عند المصالح راه حسن الجيران راه الجيران حسن انت اللي وليداتك ضربوا خاصك تقدمي شكايه عندك شهاده طبيه ضروري دايره الشهاده الطبيه ياك دايره ولكن ما قدمتيش الشكايه ما نعرف باقي ما في والو ما نعرفش بقاو في وليداتكم دابا نيت ما نقولش لك صافي تكرفست من هذيك الحاله ما دازت عليا السيمانه ما نايضاش مجبده في الفراش بقاو في وليداتك راه هما كلشي علاش بنادم كيجري على الوليدات الله يحفظك ابنتي مرضيين اللهم لك الحمد الله يحفظك ابنتي يا ربي امين الله يصلح طريقكم الحمد لله خرجوا لك مرضيين هاد الوليدات ومهديين الحمد لله الله يحفظك ابنتي الله يسر طريقك الحمد لله اللهم لك الحمد حنا بغينا على هنا بغينا البلاد ديالنا تكون نقيه ما فيها لا الشفره ولا الوسخ ولا حتى شي حاجه بغينا يرتاح بنادم
وياه بغينا لهنا وياه. الانسان واحد المراه غاديه في الطريق حامله مسكينه يجي شي واحد يكشطها امشي. وعليكم السلام الله يعاونك اخويا. المراه حامله غتولد الدوليه كلشي الوراق ديال الوليده غتولد الدوليه التليفون والفلوس وخاصها يضربوها يكون ضربوها هذيك الساعه المراه لا هذيك الزايد غيقتلوها غيقتلوها هادي راه هو دابا انت ملي وليتي عايشه في الرعب غبارك هنا ومخلوعة دابا هي راه الحلا هادي ها كتوليتي تخلعي ايوا راه الحلا هادي ما كنتيش كتخاف لا راه 12 عام وانا هنا عمرك خفتي ما عمر شي واحد وصلني دابا نيت واني هذا الشيء اللي ترى لولادي ولا دابا وليت خايفه اه وايا وليت كنجلس تنقول عندك غاي يوصل شي ما نعرف ولا انت دويشي صافي خلي اجي 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 انت اجي ولدي اجي 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 نخليهم خليهم اجي اجي المهم لا اله الا الله محمد رسول الله الله يحيد هذا الشيء من 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 المغرب الانسان يحتق الله انت كتشوفي انت كتشوفي هذا الجيل هذا ما كيحشمو ما كيراعيو ما كيرمشو ما يرضاش هو ما يعين الناس ومحتارم وما غيرضاش دابا واحد باركه مو باركه هذا ويخرج ويدوز بشي هضره خايبه انت شوفي انت شوفي شحال غيكون عندهم هذوك من عام تكون عندهم شي 16 عام 17 عام الواحد ما كايناش ما كايناش يلا شوف ايوا هذا هو انا دابا راه فيه الاحترام راه يشوف شي الناس هازين شي تقولي يهز معاهم اجي الوالده نعاونك اي واحد وراه هادشي اللي خصو يكون ما كاينش شي حاجه تسمع من هادشي لما انت اللي طالع الله يهديه وصافي بعدا بارك وعشرك الله يبارك فيك كاين شي عواشر هاد العام ونسي لي الهم والغمه المهمه ان شاء الله كاين الحمد لله الحياه من البليده مهمتي من العمل زيلان زيلان شنو هما التقاليد اللي كديرهم في العواشر مهمتي فازيلان ايوا كندير هذا الشيء ديال خويا جاع على قلب السط عالم كندير شي واحد نشد ونفصل صافي 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 رشيد صافي رشيد صافي الله يرضى عليك المهم هذا الشيء التقاليد ديالنا هذا الشيء ديال الحلوى والدعاء دابا انت كتفقس رشيد كتفقس غير مهمتك تعال وليدي اجري حاج تعال شوف واش غدير راسك فهادوك الدراري الصغار بعدا راه انت صافي عاسكت رشيد راه الكبير فيهم هادو شي صافي راه صافي راه ما خصكش اختي والله تبارك على بنادم والله يجي ما كيهمني لا حبس لا تلعب وهمك هاد المهمه صافي الله ريح 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 حدايا دابا راه هاد الشيء اللي داز عليه راه ما ساهلش راه ثلاث ايام هو ما النعمه ما كياكلش ولا صافي دابا الحمد لله خرجت طريفه الحمد لله بخير الحمد لله دابا خصها غير يرد البال لراسو خصو يرد البال لراسو حنا غنهضروا معاه حنا غندوي معاه وغادي نرجعوا ليه عقلو مشاهدي قناه شوف تيفي غنختموا معكم هذا المباشر على امل اننا نتلاقوا فيكم باذن الله في مباشر اخر بحول الله الى اللقاء رشيد